كمل معكم مشاهدينا. كنا الأسبوع الماضي أطلقنا هاشتاج اسمه 42 reasons not to quit. بأول حلقة حكينا عن mental health، بتاني حلقة حكينا عن أهمية الكابل ترينينج. كانت معنا ناتالي وربيع، بوجه لهم تحية. دايما لما تحسوا حالكم مش قادرين تتمرنوا، دايما اليوم البارتنر اللي عندكم إياه ممكن يكون عنصر أساسي لأنكم تقدروا ترجعوا تقووا حالكم وتتمرنوا، خاصة على المستوى الذهني. بكثير محلات أنا بعطيكم مثل، أنا شخصيا بصير أعطي لحالي أعذار، بقول لا اليوم ما عندي أنرجي، اليوم تعبان كثير، اليوم إلا ما بيقطع لي نهار بالجمعة بكون هيك. برجع لما أشوف حدا من الرفقة تبعولي أو من أصحابي أو إجوا بدهم يتمرنوا، بحس إنه هيدا شيء أعطاني حافز لإلي. وهيك استعملوا أنتوا دايما الأصحاب، العيلة، الإخوة، الكازنز، مش مهمين، مهم يكون في حدا عم بحفزكم لتعملوا التمرين. اليوم بالحلقة رح نحكي أكثر عن إذا بدكم قوة العضلات. اليوم الـ 42 reasons not to quit عامل أساسي منهم قديش عضلاتكم دايما لازم يكونوا قوية كرمال تقدروا تقوموا بالوظائف الحركية اليومية يلي جسم انخلق كرمال يعملها. بعطي منا المشي، الركض، طلعت الدرج، القعدة، الوقفة، كل هالأمور نحن اليوم العضلات هن بيقدوها. مشان هيك اليوم موضوعنا رح يكون قوة العضلات. أنا اخترت لكم أربع حركات رح نشتغل عليهم اليوم بسيركت سيستم. رح بلش بشيء اسمه سايد لونج. هون عم تارجتينج أنا العضلات. لما أحكي قوة عضلات أنا ما عم بحكي ما بدي حدا يفكر، ما عم بحكي اليوم باور ليفتنج، مش هذا موضوعنا. موضوعنا إنه العضلات يكونوا قوية، كيف بقوي العضلات عبر الحركات الرياضية يلي اخترتها. من هون لكان البوزيشن سايد لونج، معدتي دايما مشدودة أب لفوق، عم بعملها بلا أوزان، بعد شوي رح زيد عليها أوزان. خمس مرات بكل ميلة، بنتبه ما أعمل كيرف بظهري، ظهري دلو جالس. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، معدة مشدودة، تسعة وعشرة. بنتبه ما بخلي الركبة تقطع أصابع الإجرين أنا وعم بأدي الحركة. بنتقل للحركة الثانية اللي هي بايك بوش أب. رح نعمل بايك بوش أب أنا وياكم. لما أحكي أعمل مينتنس للعضلات هو أعمل حركات رياضية، ما بدي إياكم تعتلوا هم، لأنه أنكم تبلشوا تعملوا رياضة، أنكم تكونوا مثل هلا بوضعية تأدية الحركات الرياضية هي شغلة هينة. الشغلة الصعبة هي كيف أنتوا منتلي تقنعوا حالكم تفوتوا بهيدا التانل اللي هو تانل الصحة والرياضة إلى ما هنالك. اليوم إذا بتشتغلوا رياضة صحيحة ما معقول ما تاخذوا نتيجة، يعني ضد العلم يلي بيقول أنا بتمرن 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 ما باخذ نتيجة، بكون في واحد قطعة من البازل بتكون منا مزبوطة. اليوم إذا بنتمرن بطريقة صحيحة، بناكل بطريقة صحيحة، بنعمل ريكفري بطريقة صحيحة، بنشتغل على الذهن تبعنا إن كونكشن مع الجسم تبعنا، اليوم رح يكون في نتيجة مضمونة وعلمية. رح أعمل بوش أب وأعمل بايك لفوق، الحركة اسمها بايك بوش أب. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، أكيد ما بدي أحكي بقى عن فوائد البوش أب. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة وعشرة. شوي شوي لتحت لهون، بياخد نفس عميق. قدي بتشغل عضلات البوش أب؟ صحيح أنا بكون برايمري عم بشتغل عضلات صدري عم بيشتغلوا بشكل أساسي، ولكن مجموعة من العضلات عم تتضامن مع بعضها. لا تأمن لي الحركة، رح روح لحركة لعضلات الظهر. تعرفوا قديش بخلال تقريبا 10 سنين قديش حكينا عن كل العضلات، قديش عطينا أهمية للعضلات الموجودين بجسمنا، قديش حكينا عن العضلة ومش وكأنه، لأنه هي شغلة أساسية بجسمنا. الأجسام يلي عضلاتها واهنة لعضلاتها ضعيفة بتكون كثير ما عم بتأدي وظيفتها. نحن مشاهدينا ما ننتقل للايف